السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا كيفاش نغيرو أو نديرو واحد ستايل لواحد السيلول. شفنا كيفاش تنغيرو مثلا اللون نتاع هاد السيلول هادي، أو اللون نتاع الكتبة اللي وسطها، أو اللون نتاع الخلفية نتاعها، أو النوع نتاع الخط، أو الحجم. كل هادشي تلاقى مع هاد الجروب بوليس. في برنامج مايكروسوفت إكسل كاينين واحد المجموعة نتاع لي ستايل ديجا مكخيين من قبل. اذا بلا انا ما نقعد نكخي واحد الستايل، تيكفي انني نستعن بهاد لي ستايل هادو. مثلا هاد السوليلة هادي اللي بغيت ندير ليها انا ديك الستايل، يكفي انني كليك عليها اولا، ثم غادي نتوجه لهاد ليكون تاع ستايل دو سوليل. تلاحظوا انه مجرد تنكليك عليها تعطيني واحد المجموعة نتاع السوليل، عفوا مجموعة نتاع لي تيم او لي ستايل. يكفي انني نكليكي ستايل لي بيت، وكيف ما تلاحظوا انه بمجرد المرور على واحد التيم تعطيني واحد لابيرسي او واحد معينه. نكليكي نستي باغ اكزومبل هذا الستايل بهذا الشكل، ثم نكتب فيه مثلا هنا نحاول نزيد واحد شوف لارجور ديال هذا السوليل. طيب اذا تنستنتجوا انه غيرنا الستايل، اول حاجه درنا سيليكسيونينا ديك السولي اللي بنا نبخاتيكو في هذا الستايل، ابخي تنتوجهو لهذا اللي يكون بهذا الشكل هذا ستايل دو سوليل، تنكليك تعطينا المجموعه تاع لي ستايل. نسيو مثلا حنا شي ستايل اخر، ثم نكتب فيه مثلا جيت تيزي. نعم هذه هي الفكره نتاع هذا لي ستايل، الا انه كاين واحد التنبيه اخر، هو ان هاد لي ستايل هادو ممكن ما نطبقهمش انا على واحد الكاز وحده من هاد او لا السيليل وحده، انما نطبقو على واحد المجموعه نتاع لي سيليل. يكفي انني نسيليكسيون هاد لابلاج بهذا الشكل هذا، ثم نتوجه مثلا لهاد ليكون هادي ونستي ستايل لي بيه. نزل مثلا تلاحظوا انه ابليكا لينا هاد الستايل على هاد المجموعه هاد لابلاج كل اللي سيليكسيونينا. اذا هذه الفكره نتاع الستايل كيفاش ابليكيو على الستايل ديجا مكري من قبل، ونشوفو في درس اخر ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.